في زيارة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، ويسعدنا ما شاهدنا كثير جدا من تلاحم الصف. وكنا في زيارة لمحور تعز ومدينة تعز الباسلة، مدينة النضال ومدينة الذي لها تاريخ في النضال، وكذلك زرنا مدينة الضالة، محور الضالة ومحور بين، وزرناهم وشفنا تكاتف الناس وتلاحمهم بعد توحد الصف الوطني المقاوم للحوثي في بعد التغيير الرئاسي الذي حدث بقيادة الدكتور رشاد العليمي، والذي نقول لكم تحياتي وتحيات أخوان أعضاء مجلس الرئاسة. الحقيقة أنه أسعدنا ما شاهدنا من تلاحمكم، أنتم محور تعز، إحنا ليس لنا عدو، إحنا مشروعنا هو مشروع أمن واستقرار البلد، ومشروعنا هو محاربة الحوثي كلنا، ليس بيننا عداوة إلا الحوثي، حتى الحوثي إلى عقل ورجع إلى السلام، فنحن مع السلام. إحنا في هدنة الآن، ونتمنى أن يعود، لأنه هو بيقاتلنا بأفرادنا ورجالنا الذين نقاتل إحنا عنهم، دفعا عنهم، عن كرامتهم، عن شرفهم، عن حقوقهم الذي سلبها حتى على مستوى الراتب. فنشكركم ونشكر الأخ العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسي، ونشكر الأخ رئيس العملات مشخر قائد المحور قادة الألوية. ونحن سعداء وما شاهدنا من الأبطال الموجودين في الجبال وفي السهول وفي كل مكان، هذا يطمننا ويطمن اليمن ويطمن أخواننا أبناء الشعب اليمني بشكل عام، أنه ما شاهدنا من زيارتنا هذا أنه توحيد الصف الوطني واللحمة الوطنية مكتملة إن شاء الله، وهذا يسرنا جميعا، وكذلك ما شعروا به الأخوة المرافق اللي نرحب بضيوفنا الكرام، وعلى رأسهم الفريق محمد علي المقدشي وزير الدفاع، وجميع رفقاء الدرب، وايضا نيابه عن الاخ العميد الركن طارق محمد الله صالح عضو مجلس القياده الرئاسي، نرحب بهم اجمل ترحيب وشكرا جزيلا لحضوركم ووجودكم بيننا.